الايام دي لقينا ولاحظنا انتشار ظاهرة الموت المفاجئ وخصوصا ما بين الشباب يا تري ايه هي الاسباب أول سبب وأهم سبب هي الضغوط النفسية والعصبية اللي بيتعرض ليها الشباب من ضغوط حياتية زي ما بنشوف عدم توافر الوظائف أو في شغل والواحد مضغوط في الشغل بتاعه أو الشباب مش قادر يوفر إن كان الفلوس علشان يتجوز أو لو هو متجوز مش قادر إن هو يوفر حياة كريمة. تاني حاجة أو تاني سبب لأسباب الموت المفاجئ هو التدخين. تالت حاجه ارتفاع الكوليسترول كمان ارتفاع ضغط الدم مرض السكري من النوع الثاني قله الرياضه وقله النوم وزياده الوزن كل الاسباب دي بتبقى سبب في الموت المفاجئ اللي بيكون اصلا السبب الرئيسي بتاعه هو تكون جلطات في القلب وده اللي بيسبب السكتة القلبيه طيب ازاي ان احنا نبعد عن الموت المفاجئ او ان احنا نحاول نحافظ نفس على نفسنا من الموت المفاجئ اول حاجة حاول ان انت تقلل الضغوط النفسية والعصبية عليك قدر المستطاع هتقول لي ازاي ده انا مضغوط وانا 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 صحتك بالدنيا وما فيش حد ايه هيفيدك تانية حاجة لو انت مدخن لابد ان انت تبطل التدخين طبعا لازم ان انت لو حضرتك مريض ضغط او مريض سكر لابد ان انت تاخد الادويه بتاعتك فيه بانتظام، كمان لابد ان انت تقيس الضغط والسكر والكوليسترول بتاعك على الاقل كل ثلاث شهور تكون قايس التراكمي وبتقيس الضغط بانتظام وبتقيس الكوليسترول، لابد ان انت تلعب رياضه زي ما احنا قلنا اقل حاجه نص ساعه يوميا، لازم تنام كويس على الاقل 8 ساعات بالليل كمان لابد ان انت تعمل نظام غذائي كويس جدا علشان ان انت الوزن بتاعك يتظبط وتبدا ان انت تبعد عن الموت المفاجئ والخطوره بتاعته. اشكركم وشكرا ليكم والسلام عليكم.